بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم وبرنامجكم ملك كتابة. عندما تهزمك الحقائق فلا مهرب من الأوهام. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، والحلقة رقم 683 لقاء الخميس من ملك وكتابة، حلقة فيها كشف الكثير من الأوهام والأكاذيب. بص يا أستاذ إبراهيم، بصيت يا باشمهندس في شؤون الحياة كلها كده، فكر اللي ما بتخلفش واللي عايزة جوزها يحبها واللي عايز واحدة تحبه واللي عايز يترقى ومش عارف واليأس اليأس، والحقيقة انك مش هتوصل لكل ده، جربت كل حاجة مش عارف توصل لكل ده. يقول لك معمول لك عمل، واعرف شيخ يفك لك السحر، وتعالى بينا على شبرخيط، وبعد كده مفيش مانع ان في شوية درويش يخدموا عليك بأكاذيب وأوهام لعلها تصبر اللي بيصدقوه، ولكن في الآخر تنجلي الحقائق وتنكشف الأكاذيب، وكل واحد يعرف مكانه. كل واحد يعرف مكانه.